يا بنتي نجيبه بتعملي ايه عندك؟ بقولك يا ماما، هي الخصخصه تعني اعاده توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدوله؟ وانت يا اختي كل يوم هتقعدي فرشالي فرشه الكتب دي؟ يا ماما انا براجع. تراجع ايه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجه قربت تطلع. وترد على التليفون يا غوية. وبتعاشوا بنتك الله يلعن الثانويه العامه هتبقى داخله. الله يلعنك انت، انما بنت ربنا يحفظها جت كل بلد تجوز. الو الو ايوه انا متولي الخولي. ايه؟ اه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربية والتعليم شخصيا؟ ايوه سعادتك، نجيبة بنتي؟ مالها نجيبة بنتي؟ ايه؟ طلعت الأولى أصلا هي العمة؟ الفرحة يا باشا، قول لسعادتك هي جابت كام؟ ايه يا بابا؟ معالي وزير التربية ما عرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101% بس؟ معالي الوزير بنتي الله يبارك فيك يا حبيبي ومتشكرين قوي. حبيبتي طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك في وزاره التربيه. حاسس كده بقى ايدك على 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي سائع. 100 جنيه ايه يا هلا؟ الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه وانا اعرفك؟ طب لو ما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. الف مبروك يا حبيبي. ساعة ست النظرة ايه؟ بسرعة انا هموت يا اختي بعد الشر عليكي. هموت من الفرحة يا اختي. اسم الله. امال عروستنا فيها عشان ابارك لها. بنتي فين يا نسوان؟ شوف يا نجيبة يا حبيبتي، انت بكرة الصبح ان شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربية والتعليم شخصيا هيتصل بيكي على الهواء مباشرة. ما هو لسه قافل معايا من شوية. هي صورة ايه؟ صباح الخير يا مصر. ده البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، اصل بنتي نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك اسئلة وانت ترد عليها. شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي ولا تحريري، ده مجرد اسئله كده عامه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئله في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجه، دي معلومات عامه كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش، وما ينفعش امتحن في حاجه انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان يا نجيبه، دي قاعده زي اللي احنا قاعدينها كده، بس ما فيهاش الناس دي، وهيسالوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي واجاوب عليه ازاي يا ابله. اسمعي نجيبه بنتي، فاكره كراسات الوزاره بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكره النصايح والارشادات اللي مكتوبه في ظهرها؟ هي دي. ايه ده، حافظاها سامه يا بابا. خلاص يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم، في حاجه؟ الله، ما تقومي يا فويه، قومي شغلي حاجه نسمعها وهيصوا وزقططوا. مشاهدينا الكرام، معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة أني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%.
برحب بحضراتكم، واسمحوا لي اصبح على الاستاذ متولي الخولي والد نجيبه. اهلا بيك ونجيبه، طبعا منورانا في الاستوديو. صباح الخير. ابتدي كلامي. انا اشكرك على المقدمه الجميله دي. طبعا، والاستاذه صباح نظره مدرسه بين السرايات الثانويه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك نجيبه. الحقيقه في بدايه كلامي، يعني انت ما طلعتيش الاولى على المدرسه ولا على المنطقه ولا حتى على المحافظه، انت الاولى على الجمهوريه. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه، وكررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب كرامه والشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه ويبدد المال. اغسل يداك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غايه الخطوره، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبه طول عمرها نجيبه، اسم على مسمى. مين دي يا سلام؟ دي بقى يا سيدي نجيبه متولي، الاولى على الثانويه العامه. عمرها ما خدت درس خصوصي ولا استعانت بكتب خارجيه. طب وبتلاقي وقت يا نجيبه تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجه بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين باسيوني، مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5:10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبة إنك مالكيش أي نشاطات، ما عندكيش أي هوايات خاصة بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبة مرة تانية، وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك وتحققي كل أحلامك. بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقول. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطيه ان تعبر عن ارائك بحريه تامه ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص، الارشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى، عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ وش معنى كليه الاثار يا نجيبه؟ ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل ايه؟ انا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات، حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنايل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي. يا حبيبي ما تزعلش، خلاص تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه؟ خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهياصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف مش هنقدر نسدد لهم رواتب. طب ما تمشي انت، عاوز تمشيه وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ مؤاخذة ست ساعات الباشا، من فرحتي والله. أصل عقبال عندك بنتي نجحت في الثانوية العامة، دي جابت 101% وطلعت الأولى. الأولى بس بس أهو. اقرا لهم قرار مجلس الإدارة. قرار السيد رئيس مجلس الإدارة رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الآتي أسمائهم نظرا لعدم حاجة العمل إليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد أبو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال فلاح، حسين المناديل، سيد سلام، متولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاق. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خا ام وست، ميرنا بتاح. يا بنتي دي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب هو ايه؟ و140 عيل؟ هو سي ابن حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه؟ احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟
انت يا اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لممها، هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جاي اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. والواحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو. اهلا وسهلا يا فندم. عايز سمعت اللي انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ اه طبعا، طالبين سكرتيره ومبروك علينا يا فندم. بجد؟ بجد؟ انا سو هابي، انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي يا مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك، هي جايبه كام في المية؟ هي جايبه يا واحد. بس ميرسي مستر، خلاص بجد انا مش مستر، انا سو هابي بجد. وانا كلنا سو هابي، الشركه كلها سو هابي. انا نجيبه متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه، وعده اشتغل الاولى على الثانويه العامه. يا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو ثم، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده؟ بكالوريوس هندسه. الكاشير ده بكالوريوس تجاره. حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. تشتغلي ازاي في المدرسه يا نجيب؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكليه ابقى اجي الفتره المسائيه. مش عارفه يا نجيب هتركزي ازاي؟ والله يا ابله صباح انا هركز، انا خلاص قربت اخلص منهج اولى اثار، انت مش واثقه فيا؟ انا فعلا محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السلسله من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعه وتاخدي على كل حصه 4 جنيه. ربنا يخليك يا ابله صباح. بس لازم تعرفي حاجه مهمه قوي، ده هيبقى مجرد اختبار، فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عقد وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربان، هخليهم ياكلوا المناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت واطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. يبقى قدام عينك ليل نهار وانت بتاكلي.
وانت بتنامي وانت قاعده على الكبانيه بتعملي بيبي. بتعملي ايه؟ بيبي. والكلام ده مش ليها لوحدها، ده ليكوا كلكوا. ها انا شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانيه خالص. مش سيئة قبل صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبضي المرتب. قبض نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه ب4 جنيه يبقى 680 جنيه. هنخصم منهم 20 جنيه ضريبه مبيعات يفضل شويه دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبه. السلام عليكم. سلام والرحمه. بابا ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه انا جيبها يا بنتي؟ مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسي دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امي كرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا حبيبتي. ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول؟ كتاب ايه يا نجيبه؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلوه. لا يا ماما. حلو ايه يا نجيبه؟ شبه هدوم المدرسه. النبي يا ماما حلو قوي، حلو قوي. النبي يا ماما عايزه ده. حاضر يا حبيبتي. يا ماما ده ما طيب خلاص تعالي. ولو عشت وشفتك يا نجيبه يا حبيبتي في الجامعه يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلته، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافيه يا بنتي. بقول لك يا نجيبه، انا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبه، شايفه القبه دي؟ من وانت في الحضانة وانا بشاورلك عليها، دي قبة الجامعة. انا ما يهمنيش خالص انك تاخد الليسانس او انك تتعيني معيدة ولا استاذة، دي حاجات مفروغ منها، وانا واثق انك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. انما اللي يهمني ويعنيني فعلا انك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده انا جيبها، أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة، ركزي في القبة. حاضر يا بابا، هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبة عملت لك السندوتشات، لازم جبنا نستو. ايوه كده، الجيبه هتاكل منك حته يا نجوتي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا ضنايا. نجيبه بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله،
انت رايحه الجامعه، عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه، يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام، ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها، خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دول. نجيبه العريس. اه ركزي في القبه يا نجيبه، ركزي في العريس يا نجيبه. القبه يا فلتة. العريس يا فلتة. سنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش، بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفوا بقى ليه أنا بتابت في سنة أولى. يو ذا مان. دايما بتكلم من موقع لحظة. إنت جامد. أوبا. إيه بقى؟ لعبة سنة دي قوي. كلها كده كلها سنة أولى. إكسكيوز مي. انطلق. معلش تقولي فين كلية الآثار؟ أنا نبيل الصفدي. هاي. عمدة كلية الآثار ومن أهم المؤسسين. هاي أنا هنا. شغلتي في الكلية بلبل كابورليه. لأن عربياتي زي ما أنت شايفة كلها كابورليه. كول. وما تقش عربيات أم السقف دي. صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بلبل. يا بلبل. يا بلبل. هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة، وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنتي. حضرتك بتقوله؟ بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم، تحب أسمعهولك؟ ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلد. أنت الأولى على الثانوية العامة.
101%. يا ابن اللذين يا بيلو، شاطر البنت الاوكشن في الدفعه، سيب لها الاشكال دي. سافرت كل ما بيا، رحت مارينا، شرم، سيوه. Hey, let's do it. ممكن نطلع امتى؟ Sure, anytime. بس نفكر كده شويه، نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر. Okay? You're such a naughty boy. نجيبة. يلا يا نجيبة، الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعك. اصلا ايه ده، دي في حاجه جريت بسرعه كده. دي دفعه اولى بس ضايعه السنه دي، دي الاولى على الثانويه العامه يا سيدي. واسمها نجيبه. نجيبه، قولوا ورايا. مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم. مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم. المناطق السياحيه هي الاماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعيه. المناطق السياحيه يا حبيبتي كده بقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا وسيم، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبه بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو، الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت نص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء. اقعد اقعد. ها تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي، انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر. دي الله اكبر، اقول حال ماشي. والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبة بتساعد نفسها يا ابني، يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعة. الحياة بقت صعبة قوي يا سيد. عايزة لسه الأسامي طلبة سرابة عليك، مش معنى الملاد بس. أصل حضرتك عايزة أعمل بحث عن إيه؟ هاني حسين، رابعة آثار، رئيس اتحاد الطلبة، وأبوه وكيل وزارة، وعنده عربية فيت 128. إيه، روح يقلبها توك توك أكسب له. يوسف عبد العاطي، رابعة آثار، عنده عربية مرسيدس، وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما، خلصت انا رابعه خلصت. يا بنت دعبشي تاني. نبيل صفدي، 25 سنه، عنده عربيه بورش. ايوه، وفي سنه اولى. اوه، قاعد في سنه اولى بقى له 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك واطي من رابعه. كلهم مرتبطين في رابعه يا ماما، انا راجعت اللسته اسم. وده غني ده يا نجيبه؟ من اغنى اغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي، قلتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المزرعه. بس خلاص، مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً. فإذا لم يلتفت، فتعمدي أن ترفعي صوتك حتى يسمعك، وكأنك تكلمين شخصاً آخر. جو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت، فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدمي به وكأنك غير متعمدة. بيلبس نظارات كعبة كوباية يا حاجة. وقد نظم أحد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيدة رنانة
تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. انت ايه اللي بتعملي ده يا نجيب؟ انت بتحب الواد نبيل ولا ايه؟ لا انا ما بحبوش، انا عايزه اقرب منه بس مش عارفه. وفي احدى الروايات وتقربي منه ليه؟ اشمعنى هو بقى يعني؟ يعني اذا كان هو يعني مش مرتبط او انا مش مرتبطه. دي انت داخله على كبير بقى، الجواز على طول يا مز. دي مرحله لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، عشان احنا لسه في سنه اولى. تفتكري ده مجد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ انا بهطل يا نجيبه. انت يا اللي بتلغي هناك. انا؟ ايوه انت. انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ سوري يا دكتور، كنت سرحانه شويه. اتفضلي اقعدي. انت ما كنتيش سرحانه يا هانم، انت كنت بترغي مع اللي جنب منك. اه انت النجيبه اللي جنب منها. اتفضلي من فضلك قومي قولي لي انا كنت بقول ايه. واستطاع رمسيس الثاني ان ينتصر في موقعه قادش، وكانت اول مره تستخدم فيها العجلات الحربيه. انا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي يا عم. يخرب عقلك، حتى وانت بتلوكي مركزة؟ بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه، ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنت ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا، إلا الحمام. دي كانت لدغة في حرف واحد، دلوقتي لدغة في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 أيام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفظ ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبة؟ دي بنت صغيرة، وما عندهاش أي خبرة في التدريس، إزاي تدوها مسؤولية كبيرة زي دي؟ دي منعاهم من الفسحة ومنعاهم من دخول الحمام. إلا الحمام، المدرسة دي هتتفصل، والنظرة كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب. حمام؟ إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. أبلة أبلة. نعم نعم. بس الدنيا حي وما ياوح بازي أبلة. الوزارة قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش هنفت. المناخ يا بنت؟ معتدل وطياوة. ايه؟ جبتي طياوة دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ اترجع. اي طياوة ايه؟ اي طياوة ايه؟ استاذة صباح، انت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبة اللي كانت طالعة الأولى عشان تدرس، كنت مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهدة جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، أنا لما تشرب قهوتك أكون ندهت لها. لا 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 لا، أولياء الأمور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب الأولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الأولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحة. عشان حبساهم، منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب. جلوس، جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرسي لهم إيه؟ دراسات اجتماعية، موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم عارفين؟ طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه، وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله. برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ أنا يا فندم؟ أبداً، في حد يا أولاد عايز يروح حمام؟ واضح إن هما ما دخلوش الحمام بقالهم سنة، بيخف عليهم شوية يا نجيبة.
سفرية أمريكا هتطير مني السنة دي لو سقطت في الترم ده. شرط أبوي إن أنجح عشان يخليني أطلع عند خالي في أمريكا. عليك وعلى نجيبة، هي اللي هتظبطك. وبمناسبة إيه إن شاء الله؟ بمناسبة إنها بترسم علي. بترسم عليا؟ إزاي يعني؟ أنا عرفت من لميا صاحبتها إنها عايزة تتجوزها. يا نهار أسود. أقصر على نفسك لمونة وخش عليها. وأنا هبص على واحدة مجنونة زي دي إزاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبة دي اسمها بيبدأ بحرف النون؟ آه. والبعيد حضرتك بتبدأ بحرف النون. أوكي. تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنة واحدة وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحة لو طلبت منها أي حاجة، بس أنت تسبل لها. أسبل لها إزاي يعني؟ أحبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى أنت أكيد عديت السنة دي يا معلم. وسفرية أمريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. إيه. ايه الدنيا؟ حد شاف نجيبة؟ وانت بتسأل عليها ليه؟ عادي يعني. في متحف الكلية. اوكي ثانك يو. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ نبيل! أنا شايفك مندمجة مع الكوتش اندماج جامد قوي، مين ده؟ دماغي خفرع. خفرع؟ خفرع. أنا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. إيه ده؟ أنت إزاي في كلية أثار ما تعرفش مالك خفرع بين الهرم الأوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت ان في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني تسيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات مفيدة جداً، لازم تحفظها طم. يعني مثلاً لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره ده. هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي. خلاص ارشادات الوزارة يا نجيبة، عايزاه يخطبك. اه هو عايزاه يخطبك. اه عشان واحد زي نجيبة يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيبة. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب ريوستيم ستايل وموزه. يس. يعني احط له الميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. اه خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البرا المقرر. كان قصدي كلام تاني خالص يا نجيبه. اه كان قصدي كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانيه؟ حاجات تانيه زي ايه؟ We'll be right back.
مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجة ستايل قوي. السياح بيجي من كل أنحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكرة أنا اتخنقت وعايزة أنتخ شوية. إيه ده؟ مين دي؟ دي مرموزيل نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقولي ما هي أسباب اندلاع الثورة الغرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي شوية من خديوي توفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عابدين وقال له ما تفكك مني يا عمد، احنا كلنا ولاد تسعة شوية البطة السودا وعليا النعم محد هيعممني ولا يلاصنا بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. أنسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة وراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصونك شر. اوكي اوكي. عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي دات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده طرح في فوقيه؟ مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا متولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! انت يا بنت الكلب! يس دات! وانت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ انت في الكلية دات! نعم يا اختي، انت مهنة ايه؟ زميلة في الكلية دات! وازاي تسمحي لزميلك ان هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ اوه بقول لك ايه يا ميتو؟ كبر الجمجمة فكك من اللبش ده. يس. ايه يا فكر من اللبش ده؟ يو يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي. يا رب اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبة انت بنت انت يا بنت كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ طيب في الديسكو دات. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يرقصون يسكرون يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم الرذيلة. روح لما بس يا أنا هوريكم الرذيلة. أنا بقول لكم يا أنا
الانتصار بكل الله. خلاص ماشي ماشي ماشي. طب انا واقف لكم هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الجمجمه. جوازنا وخطوبتنا. ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن جمصة، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا، بس هو الناموس. ناموس نجيبه، انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور الاجباري والاختياري. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. ده نجاح التسليم ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية بس، السؤال التالت وخلص على طول. ثانية اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك اول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الام للأسرة الرابعة. اكتب. مديبة انا مش فاهم ولا كلمة منك. مديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ هات الورقة بتاعتي كده. نو. خدي الورقة بتاعتي واكتبي لي فيها تضيع عليها. يلا. لا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل خمس دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص، الوقت خلص.
أنا مش قادر أصدق. هو اللي حصل ده حصل بجد ولا أنا بيتهيأ؟ نجيبة الفلتة تسقط؟ إزاي؟ ده أكيد كابوس يا فوقية، الأولى على الثانوية العامة تسقط وفي أول ترم؟ مش ممكن، مش ممكن. ده أنا مراجع لها الكتاب كله ليلة الامتحان وكانت حافظاها بالحرف وبالكلمة. طب إزاي ده حصل يا ناس؟ إزاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البت قافلة على نفسها طول النهار، أنا خايفة تعمل في روحها حاجة. ما بتردش عليا من الصرمة، والله لبتك بالكزمة لما أشوفك. واحد الله يا اخويا بس بمهد، كلك لقمة وبكرة ربنا يعدي. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ ألو؟ جمعنا كلنا النهارده ده اكبر دليل، مبروك على المدى اللي كنت فيها بتشيل. When you start take watch you're in up move your body never ever rest right when you see yes you get a send up when you hear us put your hands up نور الف كيم زائد ح ناجح طاير من الفرحه ناجح يرفع ايده اعزائي المستمعين يلا كله يرقص في الشمال ويمين عشت حياتك عملت لنفسك كيم اسئله وتقلب يا بختك يا ابن الايه سامع ليا يلا كله يركز خلي ودنه على الاغنيه يلا يلا كله فوق مع السقفه لا 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 مش عايز ايدين واقفه قاعدين مجمعين في الحفله مايسين شباب بنات كلها جامدين ركوكم الروتين خليكم صحصحين وللمزيكا دايما سامعين ترزيع تخبيط تنطيط عالبيت نجيبه اهلا نجيبه مبروك يا ابو الكباتن مش كنت تعزمنا معلش نجيبه اصل I was very busy انت ما بتردش على تليفونك ليه بقالك 10 ايام مختفي أصلي إيه؟ قصدك قلة الأصل نجيبة أرجوكي أنا بتكلم معاكي بعدين وأشرح لك كل حاجة أوكي؟ تشرح لي؟ أنت صدقت إن أنت طلعت الأول ولا إيه؟ حضرتك جاي إمتى إن شاء الله؟ أجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي عشان تخطبني مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعاً أوف كورس نجيبة أوف كورس أوف كورس منورة هاي نجيبة بيبي أنا زعلت قوي لما عرفت إنك سقطتي السنة دي هارد لك No problem, you can do it. No problem. أهم حاجة بس النبيل إن هو نجح وطلع الأول. Definitely, baby. Oh my God, حرام. أنتِ ما تعرفيش إن أنا ونبيل اتخطبنا؟ إيه؟ إيه يا بيل أنتِ ما قلتلهاش ولا إيه؟ لا. أصل أنت سافل وواطي وحقير وأنا هطلعين أهلك. Oh my God, sorry يا بيلو. أصل هي طلعت بيئة طحن. أوه أنا بيئة. أنا بقى هوريكم البيئة يس خالد ابو سيف المنسق العام لحركه خنقتونا ها خنقتونا يا باشا انت بتقول ايه يا كابتن
لا خنقتونا مش سعادتك. لا لا ابدا خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. طب ما تقول كده من الصبح. تصريح عادي يعني تمشي في الشارع في مظاهره. مظاهره طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك. اتفضلوا اما نشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم. كانوا سكرانين سكر بين يا باشا. فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي. هاي. يا. حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي، ايه اللي يخليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين اللي فيها بلطجيه؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا غير الصيع والمتشردين بتوع الحواري. نو بتاع الحواري انضف مني من سيادة الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبة متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى انت هانا ولا متولي ولا الخولي. انت نجيبة متولي الخولي؟ يا الاولى على الثانوية العامة؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي في اسمها يا باشا؟ دي نبغه من نوابغ مصر. دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يا يا باشا؟ احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقفلها كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا البت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا. بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي. الا هاي هاي هاين يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس. سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته. ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي تأدب. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ قبل اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصاده. هتبقوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كلامشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. مقصاكم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعادة الباشا. معقول يا فندم سعادة الباشا الكبير بيكلمنا؟ انا في التليفون شخصيا. دي فرصة سعيدة جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجة بسيطة والله يا فندم. ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا. تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم صلاح باشا. نقي لي انظف بوكس عندك في الاسم وخد البهوات وصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انظف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر.
عشان اخرس بقى يا عم، خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ ايه ديب؟ واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد، قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيع اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزا؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئه؟ لا، لم روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا حمد، نجيبة متولي الخولي. افراد اوانك ان تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. ورايتك تعالى يا بلدي، ورايتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق. يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه؟ يس، اللي زي حالتنا يعني. اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس، حتى التعليم. عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي، كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ ايه هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي. دي دي ايه؟ مقطوعه شعريه من إلهامك أنت، مش من إلهامي أنا، من وحيك أنت مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطيني. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحجوب لا نرضى باي تجاوز وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى يا ستي، بقول لك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الكوفيه عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الإصابة دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا إيه؟ خدت كارت أحمر من المصنع ومن البيت كمان. وأنا لما كنت في الشغل يا فوقية قصرت في أي حاجة، وبعدين بطلع عبط وطي صوتك. البنت بتذاكر بتذاكر، أما هو سمع لها. سمع لنا الأول. سمعت الرعد في ودانك كبعيدة. أنت مولية ما عندكيش ريحة الزنس، بقول لك شد في الخلفية. ألو ألو. أيوة يا نجيبة. أيوة يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه.
ينفع كده برضه يا فوقية؟ أنا حاسس إن خنازير البلد كلها بتعضعض في جتتي. يا ولية اهدي شوية عشان البنت تعرف تركز. أنا مش عايزة البنت تركز، أنا عايزاك أنت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطرة وبتنجح، عايزك أنت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب ماشي، طب اهدي بس. طب سيبيني، حاضر تعالى قربي كمان. استريحتي؟ إيه يا عم ده؟ بسخن، وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي انت بينك طالع لبنتك يا راجل، حافظ مش فاهم يا راجل. انت عارف اللي عملته ده؟ تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليه، ده بيني ليلتك مش معديه فوايا. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحه الطبيعيه في الاشتراكيه، وهم مفجروا الثوره. بابا فتحت بنت حلال مصفي، جيت في وقت كفرته. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبر وتعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثورتين اللي هقوم بيها. ثورة ايه؟ وقادر يتحرك من مكانه ده؟ خلاص سلم نمر. فوية انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معانا ايه. الأهرامات، هنا عند سفح الأهرامات مات آلاف العمال المصريين الكادحين، لأن مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية وتحكم فيها الأغنياء بالأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين، حتى لا نلقى نفس المصير. لازم نعترض، لازم نقول لا. صعبان عليا الناس، قلبي وكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطاله ومرض واهرى يا نبيل. مفيش غير حل واحد، اشتراكيه. اركبي 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 يا نجيب. يلا اركب. فين اركب؟ في العربيه دي. اه هي دي عربيتك؟ اه عربيتي. ايه رايك؟ هو انت يا ساري ولا اشتراكي ولا راس مالي؟ من الكادحين يا نجيبة. انت من الكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى من الكادحين؟ الله أكبر الله أكبر يا نجيبة، في ايه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. انت بتشتغل ايه بقى؟ انا المستشار الاعلامي لحزب العمال فاقدين الامل، والمنسق العام لحركة خناتونة. خناتونة؟ ورئيس لجنة حق تقرير المصير، ده غير ان انا عضو في اللجنه الفرعيه لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تراني يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابني الجزمه، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابني الصرمه، دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. ايه؟ بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. 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 يا حافي. يا حافي. حصل خير حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمة حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكالة بي ام اي، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهية تكنوقراطية غير مرغوب فيها. يعني اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويأيدوا نفسهم باغلال هما في غنى عنها. يعني عندك مثال، مثلا جان بول. بول سارتر. سارتر سارتر وسيمون دي بوفوار، الاثنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياه سعيده بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبه فهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه واعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيب. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمه. اخرسي اخرسي خالص.
احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة، وصدقيني لو ما دخلتش السجن أوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك إيه، أنت ضروري بكرة، بكرة ضروري جدا تعدي عليا الساعة 8 بالليل. ساكن فين؟ أنا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفة. الوقفة؟ وقفة إيه؟ بتاعت فبراير. إيه؟ حتى أنت عايز تستنطق ولا إيه؟ لا لا لا، عايز أطرش. طب روح استفرغ هناك. لا، عايز أتآية. إيه؟ هروح أقع واجي. إيه القرف ده؟ حاضر، جاي. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده في ايه؟ اصل انا مش جايه لوحدي. نعم. ام زين رئيسه لجنه المرأة، عبد الباسط زعيم الحركه النوبيه. انت مين؟ مغاوري يا رئيسه. مغاوري، امانه الفلاحين، اللصة غباشي قائد العمال، دول تحالف قوى الشعب العاملة. اي ومين دي؟ دي الحلم، المستقبل. بكرة. بكرة؟ طيب بكرة الوقفة. بس ايه هو كحكو محكوط هو؟ بكرة وقفة العيد. ما هو؟ اهو ايه؟ بس خلاص خالص. بكره وقفة 6 فبراير. وقفة 6 فبراير اللي هتكون اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خنقتونا! خنقتونا! عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي، تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكوا جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوة قوي المسيرة الصامتة دي، مفيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. تيجي يا بنت نجيبة متولي الخولي. نعم. انجري قدامي. مش انت يا بنت نجيبة متولي بتاعت الثانوية العامة بتاعت بين السرايات؟ نجيبة متولي الخولي، أولى آثار والأولى على الثانوية العامة و101%. طيب يا نجيبة، ما انت كويسة أهو، وإحنا ما وريناش غيرك يا نجيبة ولا إيه؟ المرة اللي فاتت كنت جاية لي مقضيها ياس ونو وو وو. مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك. خنقتونا.
وانت مالك يا بنت باللي خنقوك ولا ما خنقوكيش؟ انت تعملي لي فيها شرعيه؟ انا مش شرعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت، انت انا مش ناقصك، ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغي عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت، المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته وما يهمنيش ادخل السجن. افتح عربيتك، هات الواد اللي عندك ده فرغلي وتعالى. اه باشا. تعالى يا روح ماما، عامل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما، وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك. ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت بتعرفنيش يا خالد؟ لا لا لا، مش واخد بالي، مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. استغفر الله العظيم. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله. لان انا كنت هاجم النفس لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هما حراس الوطن، رجال الداخلية هما العين الساهرة على الأمة. أمة يا روح أمة. سامعة يا أبلة صباح؟ وساكتين كل ده ليه؟ قولنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا إيه؟ لغاية ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي أنت برجوازي متعفن. حسن قال لك أنت برجوازي متعفن؟ أيوة. يا نهار أسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركة اللي يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه، الاولاد بيسيبوا المدرسة ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات يا ابله صباح على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في ستة ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغة، احنا عملنا امتحان تجربة لفصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة. المسألة مش مسألة تعليم يا أبلة صباح، مش عشان أرتقي بالمستوى التعليمي للأولاد أتدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. وبركاته. ايه يا نجيبه، مش شايفاك يعني بقالك فتره في الكليه. معلش كان عندي شويه مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئه الله. الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقل لك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. شكرا قوي. نجيبه انا شفت نبيل وهو بياخد ورقه الاجابه بتاعتك وبيكتب عليها اسم. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبه. طب خلاص بقى يا نجيبة، مش هنقوم نصلي؟ اه نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكلية. صبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جامدين؟ ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهاردة يا اخواني احنا موضوعنا شباب والجامعة. سبحان الله، المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله. مش دي سيسة فتح الرقصة؟ نذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان هدف ده. يا تعجبت ده كويس. نجيبة يا مرات خليت لي كده. من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟
هنقول ايه يا اخوانا؟ هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا المولى عز وجل؟ هنقول له ايه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا اخوات. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي. امين امين امين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي يا اختي نجيبه، انا كده عرفت بالظبط ايه مشكلتك. المشكله انك بعيده عن ربنا. يا اختي نجيبه سبحان الله، اذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد ادبيه وعلميه هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو انك تتفقهي في دينك، تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى؟ انا فعلا مقصره يا استاذ عامر. احساس الانسان انه مقصر ده اول طريق الهدايه. اتفضلي اشربي الانسولين. الكتب دي ومعاها السي دي انا عاوزك تقريهم كويس، واذا استعصى عليكي فهم اي حاجه منهم اساليني. خدي الموقع بتاعي عامرحسان.net واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا استاذ عامر. العفو، اي خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نصرة. مع السلامه يا استاذ عامر. نعم. خد بالك ان المنتج عاوز ياجل الدفعه. ياجل ايه؟ ياجل الدفعه. ياجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الاعلانات؟ مع السلامه في رعايه الله. قول له مفيش حلقه بكره. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. يلا يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الاهرامات، تلك الابراج المشيده التي بناها الكفار. اولياء الامور خلاص بقى مالهمش كلمه على عيالهم، عايزين يصعدوا المساله لمجلس الشعب. ناسي ده المسجد. لا يا فندم، ده الفصل. الفصل ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار الولاد ايه يا اخت نجيبه؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا استاذ فتحي. الاولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم الا ان مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانويه العامه، وحضرتك تقدر تسالهم. لا تؤاخذيني يا اخت نجيبه، لم اتي الى هنا لاسالهم في المنهج، بس الحقيقه اهاليهم بيشتكوا منهم انهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العربي؟ انت قوم واقف. نعم يا استاذ. ازاي يا ابني تكلم ابوك وتقول له انت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعترف اني كنت مخطئا ورحت لبابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت انك انت كنت متجني على الاخت نجيبه. شكرا يا اخت نجيبه، وباذن الله وان شاء الله هنصرف لك مكافاه. الاجر والثواب عند الله يا استاذ. اتفضل يا فندم. قول وراي. قول وراي. اهلا يا نجيبه، تعالي يا دناي، عامله لك الباميه اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت يا حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمه النهارده كمان؟ ليه؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعة شعبان. يا دنايا ده انت اتمقدتي. بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت انت يا بنت؟ ذنوبي ايه اللي مكفر عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوتني من كل حته. حرام يا حرمت عليك عيشتك العيده. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت يا بنت؟ التلفزيون ايه اللي حرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. مصر الاباجوره عفويه. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوتك. دي حرام. مكسر الصوره. يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. ده حرام. يا حرام يا بنت الهم يا بنت علي يا بنت. واللبس ده حرام. ما قالوا اللبس؟ ما قالوا لبسنا؟ لا بقى. الا اللبس. ليه يا اختي؟
ماله لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس صباعي على السريتش ولا بطلون سايطر على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا وطرحه فوق دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من اي بنت انت يا بنت؟ الله، دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه، ما تتلهي الطرق غلط على الصعباطي. اسمع انت وهي، ابوك وامك يتلوهم انت وهي؟ انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا عالم حالي يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا لا ما تدعيش، ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت متولي. مش كده يا بنت؟ ربنا يهديك. بعد الشر حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي على بنتك يا متولي. انت البنتي اللي جلالها اتلبست. انت ايه؟ اتلبست. لبست؟ ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوفني في يوم يا ضوية. ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه، اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثواب هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه انها هتحاسب عليها في يوم القيامه. أنا هسيب الكلية. لا يا نجيبة، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقتوا واحد. عناية الله مع الجماعة. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة. تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين، تربيهم تربية إسلامية صحيحة. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معايا. أنا تحت أمرك يا أستاذ عامر، بس أعمل إيه؟ هتشتغلي معانا داعية هتكسبي ثواب الدنيا والآخرة. داعية؟ بعدين أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. مش بتدرسي الأطفال؟ أيوه. طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية. دول يفرحوا قوي. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش بوجودي معاكم يا أولاد. أنتم يا أولاد أحباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنه 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا ولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى جداد كده وجامدين، صح؟ صح. حليب الخير، حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايبي. ستوب يا جماعه، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه تسع مرات من العيد؟ قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده سهله. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب نخلص. يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. عظيم. اتفضل اند اكشن. حليب الخير، اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج كره العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منار. منار، الله اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو الو. يا منار انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده كويس. ايوه ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم. يعني استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57357 والله اعلم. ولا اي حاجه هدى؟ الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايه يا شهيره؟ ايوه. اه ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. اه قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. اه وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم حصل. لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل، خليكي يا حبيبتي.
خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا نجيبة. حاجة تفرح، الإعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي، نعمة وفضل من الله. البركة فيك يا أستاذ عامر. البركة فيك أنت يا وش السعد. شيل يا ابني شيل. اللهم ادمها صحة واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. دي كوارع يا ابني؟ مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. أمورنا حضرتك. أنت ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا أستاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، أنا جايبك النهاردة عشان أعرض عليك أمر. إذا حاز القبول عندك أنا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. أمر إيه يا أستاذ عامر؟ بقى أنا استخرت ربنا نتقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت إيه؟ بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل لي في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم. كل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور. أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنت بتقولي إيه يا بت؟ هو يقول كلمة الحق يتطرد؟ إيه؟ طب إحنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وأنتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الأمن؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. اتفضلي يا اختي نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحت يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابساه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكرة هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنة؟ يا اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي أجرتي. يا مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزة جلالة الله
لو ما قمت بعيد عني لكون مسحه بيك بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ لا حضره الصول، اصل صوتي المراه عوره. انت اللي عوره. سكلتك امك. ايه سكلتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا ليا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه، واعتذرنا قدام الغرب يعني اللي احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. اسلامنا دين سماحه وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبه بقى لنجيبه متولي الخولي، انا فصلتها من القناه ولغيت البرنامج بتاعها. ان سياسه القناه بتاعتنا هي سياسه الحوار وليست سياسه العنف، والله اعلم. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عامر. انا اللي بشكرك. على فكره انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز البنت دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره بره. تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيب، ابوك وحاسس بيك. ده انت حته مني يا ضنايا، ما تعيطيش. انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا، كان كل همي انك تفضلي الاولى. خليتك حافظه مش فاهمه، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي هسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيا أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه.
حفظناه تاني؟ قبل انا حافظ الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشوا كلام مش فاهمينه. قبل ان احنا هنعمل قبل نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا قبل؟ هنطلع رحله مع والامتحان. امتحان مين؟ يلا بينا. نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضرة الضابط؟ نهدى ازاي؟ هدوء ازاي بس؟ انا عايزة بس في ايه؟ خير يا حضرة الضابط؟ يا فندم في فصل كامل الولاد اللي فيه مروحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. مروحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤولية لو العيال دول ما جوش دلوقتي حالا. يا فندم مسؤولية المدرسة بتنتهي مع اليوم الدراسي، مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤولية. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح، ابدا الاشارة. لقيتهم؟ لقيتهم فين؟ على طريق مصر اسكندرية راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخابيط اهم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعة على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. Yeah.
كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود، انت تاني يا نجيبه؟ انت يا بت طالعه بكم منظر بالظبط؟ لو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه. يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم في انصاص الايادي مع المجرمين؟ ده انت ليلتك صاده يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره، ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابله تقابلوني بيها؟ من بكره هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الاجراءات القانونيه. يا فندم دي لو خرجت من القسم اصلا دي متهمه بخطف 40 طفل وطفله ليله امتحاناتهم. انا ولا خايفه منك ولا منه ولا منكم كلكم، عشان انتوا اللي وديتونا في داهيه. يلا يلا اتحركوا انتوا قدامي. ايه ده نجيبه؟ اهلا بصديقه الزنزانه. ازيك يا ابله نجيبه؟ ازيك يا فوفا؟ ازيك يا سموحه؟ انتوا عاملين عدوها في الاسم ولا ايه؟ ايه ده يا ماس، هما جابوكي هنا تاني؟ لا المره دي انا اللي جايب رجليا. شفتي اللي يجرب قعده البرش يرجع له بسرعه ما يصبر. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا، وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه، انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابله. وانا بقى جاهزه لكل الاواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. دي مجنونه. مبروك يا جاله. مبروك الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهودا جبارا لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون عن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبه. بيضت وشي قدام الوزاره كلها. مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعه عشان ترجعي ووافق، يعني من النهارده تقدري ترجعي كليتك. ارجع كليه؟ يس. قصدي انا متشكره جدا جدا جدا. احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك يا رب. نجيبه نجيبه الكاس. في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس يا صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع.
وصلنالها نطلع أوائل. قولوا إن شاء الله إن شاء الله. قولوا إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.